مرحبا، أنا إيما. الرياضة الأكثر سرعة في تاريخ كرة القدم. تم اختيار كرة القدم من إنجلترا في أواخر القرن التاسع. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم هو واحد من الأكثر شعبية في العالم. فكرة القدم الرياضية الإيطالية من بين الأول في عدد الجوائز التي فازتها. فاز المنتخب الإيطالي لكرة القدم بعد 4 بطولات عالمية. شكرا على استماعكم. Goodbye.